عندما تريد أن تبث الأمل لمريض، اذهب إليه، كلمه، ابتسم في وجهه واستمع إليه، فقد لا يحتاج إلى شيء إلا للإحساس بوجودك. لما بنزور مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، بتختلط عندنا المشاعر، بيتولد عندنا أمل في عيون الطفل مريض السرطان اللي في الحقيقة هو إنسان بيصارع الموت في كل لحظة رغم إمكانياته الطفولية البسيطة. أنا ما عارفش يعني سرطان، دخلت المستشفى وبعد كده خفيت. أنا كنت خايف من حاجة عشان ربنا كبير، كنت بحس إن ربنا يشفيني. أنا كنت خايفة وكنت مصدقة إن أنا هخف ولا هتعاني، والحمد لله الحمد لله أحسن من الأول. ولأن عدد مرضى سرطان الأطفال في مصر بيتزايد كل يوم، بيكون الأهالي دايما عايشين في حيرة وخوف على الطفل اللي بيواجه السرطان وألامه. احنا لما طفل واحد بيكح أو بيسخن بتبقى الأم تعبانة قوي، محل ده سرطان، بيبقى حياة وموت، مرعوب. حتى لو معايا غيره برضه هبقى مرعوب عليه ابني. يعني أنا سمعت كلمة سرطان في الدم ونسبة 90% خلاص بقى مفيش أمل، وقعت من طولي أول ما سمعت الكلمة، ما تخيلتش. يعني أول ما كشفنا المرض وبتاع كان ورم في ظهرها، وطبعا كشفنا عند دكاترة بره وبتاع، فما عرفناش اللي هو إلا بعد ما عملنا لها عينة وكده. يعني زعلنا طبعا وضايقنا طبعا، لأن هي يعني هي بنت اللي هي الحيلتي، يعني عندك ولدين وهي اللي ربنا لزقنا بيها، فطبعا بقى كانت فرحة. وطبعا لما كشفت حاجة زي كده طبعا اتضايقت جدا وزعلت طبعا. عمر قدامكم اهو، وكان حالة ما يقص منها، والحمد لله ركبنا صمام. كان هو خلاص، يعني احنا في منطقة بيسموها جذع المخ، منطقة صعبة جدا، ده الكمبيوتر المسؤول عن الجسم كله. بعد ما كان بيتمنى الموت وكان قدامه ساعات وينتهي، يعني المية غطت كل مراكز المخ، كل المراكز المسؤولة عن المخ كانت المية مغطية. الحمد لله رب العالمين ان احنا شفطنا المية وشلنا الورم، والنهاردة الحمد لله بقى طفل طبيعي. لا ما بشوف حالة هنا، بعد اتعالهم عشان يخفوا زي ما انا خفيت. الطفل مريض السرطان بيمر برحلة علاج طويلة ما بين عمليات وعلاج كيماوي وقصة ألم، لكن حقيقي كلها صبر وأمل. أنا جاي المستشفى هنا، عمر ما كانش بيمشي على رجليه. دخلنا الدكتور أحمد الجمال، كان قبل العيد الكبير بثلاث سنين، فبصراحة قال لي يعني التحدي اللي بيواجهني بعمر ان انا اوقفه على رجلي. مفيش حاجة مضايقاني، بقولهاش هنشوف المحلول عشان نحطه التاني في التاني، بعدين ده يجي كده، بعدين نخلص ونمشي. كان ساعات لما اركب الكرة اشعر بوجع، ولما اخد محاليل ودم كده. ككانولا ككماوي حاجة صعبة جدا، حاجة ساقعة بتخش على حاجة سخنة أكنها نار دخلت على الجسم. ننزل الرعاية يغسل كلى، ياخد علاج للكبد، في حاجة صعبة جدا. أول ما قال لي إن هو يعني ممكن يخف، يعني دي كانت حاجة أكبر فرحة بالنسبة لي. حسيت بجد إن أنا هي في خير. وهو كمان بعد ما كان بيقول يا رب ريحني يا رب مش عارف إيه من الكانولا وحاجات، بقى عنده أمل يقول يا رب أخف. بدأ يقول الكلمة دي كتير ويصلي ويقول يا رب أخف. المجان ربنا يشفيهم، بدعم ربنا يشفيهم كلهم جميعا. بطلب من كل أم وكل أب، تعالوا زوروا الأطفال اللي هنا، ده بيرفع من معنويتهم شوية. عبد الرحمن واحد من أطفال كتير جوا المستشفى عنده قصة طويلة مع السرطان، وبرغم كده كل يوم بيأكد إن الأمل موجود وإنه ماشي في مراحل متقدمة من العلاج. أنا هنا من 2008،
قال المرض ده على جزء المخ. اتعالجت منه الحمد لله وخف، وبعد 7 سنين ردي علي المرض ده تاني. ماما بابا عايزة اقول لهم ربنا يديكوا الصحة، انتوا اللي استحملتوني، انتوا اللي كنتوا بتزعلوا عليا لما انا كنت ابقى عيان. حلمي الوحيد اللي انا ربنا يشفيني وابقى بكرة حاجة حلوة في المستقبل، واطلع مهندس وعيش حياتي يعني. نفسي لما اكبر ابقى دكتور عشان اكشف على عيال اللي هنا. انا بحلم ان انا اخف وامارس حياتي طبيعية تاني. أكيد الحياة لسه فيها أمل، وبفتكر من بعد ما تابعنا هيدا التقرير ممنوع حدا منا يفكر بالأشياء السخيفة والتافهة والمتطلبات اللي دايماً منسعى لإلها ومنلهث لإلها بحياتنا اليومية. منشوف صحة هالولاد، منشوف عذاب هالولاد، ألام هالولاد وكل اللي عم يمرقوا فيهم، منقول كتر خير الله على كل نعمة موجودة بحياتنا ومنتمنى لهم الشفاء والصحة التابة. نرجع منكمل حديثنا.